ننتقل لمتابعة هذه الكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في غرب روسيا وعلينا أن نعمل كل ما بوسعنا لتحسين حياة المواطنين ولعدم تأثير المصاعب والعقوبات والمشكلات الاقتصادية وارتفاع الأسعار لا تؤثر على حياة المواطنين، وأهم شيء المحافظة على استقرار الحياة والتطور الطبيعي في المقاطعة، ونعمل على تأمين هذا الاستقرار. وآفاقكم واسعة وواعدة جدا في مقاطعة كالينينغراد. أنتم ناجحون بالفعل في أعمالكم، ونرى نتائجكم الرائعة، وأتمنى النجاح. حسنا، يبدو أن الأمور واضحة. أتمنى كل ما هو جيد، وأتمنى أن تتم كل الخطط الموضوعة وخطط التجهيزية، لأني أعلم أن لكل أحد منكم فريق خاص لتدعيم وتفعيل الخطط. أنا أريد أن الوعود التي منحت للمواطنين أن يحصلوا على نتائج، نريد تفعيل وزيادة المؤشرات الإيجابية التي وضعت كأهداف، الأهداف التي نسعى إليها. أتمنى النجاح للجميع.